بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أنا تلميذة من الإيمان فاطمة الزهراء، متحصلة على المعدل 19-30 في شهادة بكالوريا دورة 2023 في متمدرسة في ثانوية عبد المؤمن، حائزة على المرتبة الأولى ولائيا والمرتبة الثالثة وطنيا. الحمد لله الذي خصني بهذا النجاح، والحمد لله على هذا التميز وهذا التفوق، والحمد لله بأنني اليوم قد شعرت حقا بأنني قد أسعدت والدي ورأيت فخرهما واعتزازهما. الحمد لله الذي منحني هذه الفرصة، والحمد لله كثيرا. بالنسبة للنجاح في هذه السنة الدراسية، لم يكن ولد الصدفة، أكيد كان أكيد ثمرة للاجتهاد والجد والمثابرة طوال السنة الدراسية وطوال المشوار الدراسي ككل. ولكن هذه السنة الدراسية كانت نوعا ما مكثفة، فلقد بدأت المراجعة هذه السنة منذ قبل بداية الموسم الدراسي بحوالي 15 يوم من خلال مراجعة مسلسل السنة الثانية الثانوي، ثم بدأت بالتركيز على دروس القسم بالدرجة الأولى، واعتمدت أيضا على دروس الدعم التي كانت حقا مفيدة لي، كما حرصت على المراجعة اليومية والحفظ اليومي وكذا المراجعة وحل التمارين والتقديمات الدراسية الذي كان حقا عامل المساهمة في نجاحي. لذلك أتوجه برسالة لطلاب بكالوريا 2024 والدورات المقبلة إن شاء الله، عليكم بالجد والمثابرة والتوكل على الله والاجتهاد في الدعاء، وكذا بر الوالدين، لأن دعائهم حقا هو سر النجاح والتفوق بالنسبة لأي ناجح. والحمد لله الذي منحنا هذه الفرحة، وكما أتوجه بأحر التهاني لكل الناجحين في هذه الدورة مع تمنياتي بحظ أوفر للذين لم يسافروا من الحظ، والمزيد من التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي إن شاء الله. وأتوجه أيضا بجزيل الشكر لوالدي الذين كان حقا سندا لي خلال هذه السنة الدراسية وخلال كل مشوار الدراسي، فلقد ساهم حقا في هذا النجاح وكان لهما القسط الأكبر يعني في هذا النجاح، لأنهما كان الداعم لي معنويا ونفسيا وماديا، فلم يبخل علي بشيء حقا. وأتوجه بجزيل الشكر إلى كل أسرتي وكل من دعمني في هذه السنة الدراسية، والأساتذة وكل طاقم الإداري والتربوي ثانوية عبد المؤمن ولاية سعيدة، كما أشكر أيضا والي ولاية سعيدة ورئيس المجلس البلدي لولاية خالد، إضافة إلى مدير التربية التي خصتنا اليوم بهذه الزيارة وكل قنوات التلفزيون التي شاركتنا الفرحة اليوم، والحمد لله على ذلك.